نزولا الى رغبه بعض المتابعين هاني لقينا كيف جيتوه وقالوا لنا روحوا تصوروها معنا. هاي نتبعوه. شفتكم على الطريق حبسكم، جا في خاطري واحد الحكايه انه عندي واحد من التعليقات قال لي كش ما تجرب لنا سياره جيتور وهي ما كانش ما دخلتش درك الجزائر. اوكي كي شفتها مع الطريق حبيت نقول لك لا نقدر نجربوها في خاطر المتابعين. الله يبارك فيك. هاي نجيو نجربوها. واش رايك في الطوموبيل؟ مليح الله يبارك لك والله. بالرغم هي طوموبيل كيما نقولوا حنا هي اس يو في صح، مي بصح تبان بريستيج هكا تاع تاع لافيل تاع كذا تاع كذا. هذا الكلي تاعها. هاي جربها مالات حالي، لك حاب تجرب قلت لي حاب نجربها وتشوف كيفاش. اضرب سيرة ويخرجوا بها الموطو هذا ميكي. يا ربي وبارك، شوف من داخل كيفاه. حلوة ولا حلوة؟ شحال ماشية؟ 10200. 10000 مازال جديدة. شوف لي كروك تما فيها البروبليم تاع لي لونغ نديرو فرونسي و هذه فارسيه تكون هنا شارجي تليفون هنا شارجي حاجه تعجب فيها بزاف الله يبارك كوسنا تاعها سبور ويقولوا لي زوبسيون اللي تخلص عليهم في السيارات الالمانيه جيتو عطاهم كل بلاش درك لاتولي تاعهم برينسيبال راهي في العاصمه في ولاد فايد وحنا وحده في سطيف جيبك الطريق لولاد فايد تضرب لهم طله ولا عيط لهم في التليفون رابور كاليتي بري انا عجبتني يدخلها الوكيل عم يقولوا 495 مليون نشري طوموبيل جديده كي من هذه بالنسبه للانسان اللي قادر عليها بصح كي نجي نقارن انا درك السعر تاعها او ضرب السعر هذه في اربعه يا خويا نمشي بهذه عندنا الوقت الكافي باه نسيو السياره بارك الله فيهم وكانت هذه تجربتنا البسيطه الخفيفه في سياره دايشينغ جيتور وتو راح نقول لكم اديوني نجيب الموطو تاعي ونروحوا والسلام عليكم.